قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة متميزة بعنوان الثقة بالله وقت العواصف، وقد تناولت الحلقة كيف يمكن لنا أن نقوي ثقتنا بالله والإيمان به خاصة في وقت الشدائد والصعاب، حتى يعطينا الله الأمل والرجاء والسلام الذي لازلنا نطمح بتحقيقه في هذه الظروف الدقيقة، حيث أن الثقة بالله تمنح المؤمن الشعور بامتلاك الأشياء وإن كانت بعيدة، كما استضاف البرنامج عبر الهاتف الأب جوزيف سويد والأخت ميري حتر. فإلى هناك موضوعنا لهذا الأسبوع الثقة في الله في وقت الشدائد. طبعا احنا كان المفروض أبونا جوزيف سويد يكون معنا في حلقتنا هذا النهار، لكن رح نتواصل معه باتصال هاتفي، لكن في عنا اتصال هاتفي تاني بخصوص خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني، ورح ناخذ هذا الاتصال مع السيدة ماري حتر صديقة البرنامج، فنقدر ناخذ الاتصال. شباب صباحك نور ست ماري. صباح النور دكتورة باسمة، وصباح النور للوطن، وصباح الخير لموسم الخير اللي أكرمنا الله بهذا المطر هذا الصباح. آمين يا رب، آمين إن شاء الله. يعني أنا بطلع ست ماري، أنت تابعتي خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني، وتناقشنا قبل الهوى عن هذا الخطاب وكيف أنه يحمل هالمعاني السامية، واللي إحنا شاركنا في بعض في كلمة سماوية، يعني تنصب في المعاني السماوية اللي بينادي فيها كل الأديان والديانات. دكتورة باسمة، يعني الخطاب هو الاستحقاق الدستوري للأردن وبناء هذه المؤسسة الديمقراطية بكل مقاييس الحكمة والإيمان والثقة ما بين الشعب وما بين رأس الهرم، يعني يشكل فسيفساء جميلة، يعني بهذا الانسجام العظيم ما بين الجميع. يعني أنا بحكي بما أنه بنحكي عن الثقة، واثق الخطوة يمشي ملكا، فإحنا ملكنا فعلا واثق الخطوة ويستند على محاور وعلى ثقة شعبه بهذه المحبة الكبيرة وعلى كل تفاصيل مقومات هذا الوطن، إنه يجب أن تنهض بهمة وعزيمة، وهذا ينطلق من اتكاله العميق على الله. المتكل على الرب لن يخذله، فحين تشتد الصعاب مثلا الإنسان لا ينحني، يرفع عيناه إلى الله وبثقة بيفتح إيديه وبطلب، لأنه بكل الأمور تخذلنا وتحن الظهر منا إلا حين نكون بثقة إنه الأب السماوي لن يخذلنا، فنرفع الأيدي والأعين إلى فوق. نعم، بيعبر الكتاب المقدس عن فكرة إنه الله لا يتركنا في وقت الشدة في تثنية الاشتراع 31:6، كونوا ثابتين وشجعان لا تخافوا ولا ترتاعوا منهم، لأن الرب إلهك هو الذي يسير معك لا يتركك ولا يهملك. يعني في كتير نصوص في الكتاب المقدس تتحدث عن موضوع الثقة والإيمان، وإنه يكون الإيمان ثابت بالله تعالى. ما الذي يعلمه يسوع عن الثقة بالله خلال العواصف؟ في مثلا قصة تهدئة العاصفة مرقس 4:40-39، فنهض وانتهر الرياح وقال للبحر اسكت اهدأ، فصار هدوء عظيم، وقال لهم لماذا أنتم خائفون هكذا، كيف لا تؤمنون؟ موضوع الثقة مهم جدا في حياة المؤمن، لأنه العواصف دائما لما بتعصف بالإنسان وبتطيح فيه وبتروح فيه شمال ويمين وهيك، أحيانا الإنسان يقف عاجز أمام هذه العواصف وشدتها وألمها أحيانا، ويقول أين أنت يا الله من اللي بيحصل معي؟ وين وقفتك معي؟ وين يدك إنك أنت تمشي معي وتمسكها وتنجيني من هذا من هذه العواصف اللي بتأثر علي؟ فكيف نقدر يا أبونا إنه نقوي ثقتنا في الله وإيماننا فيه؟
دكتور، أول شيء بدنا نفهم يعني حقيقة يمكن هي مرة، بس هي حقيقة عم بتعيشها البشرية، بعيشها الكوكب كله سوا بيتنفسها. الصعاب، العواصف، الزلزال اللي عم بيضرب قلوب البشر أكثر من أنه الأرض. نعم. نعرف قديش في مصاعب، صعوبات، قديش في تحديات، قديش في مرات إشياء غريبة تطرق. الإنسان بيعيش على هالكوكب وبيعرف أنه كل يوم من أيام حياته في عنده عاصفة بده يمرق فيها، ونحن بنعرف أنه هذا الشيء حقيقة، ولبل صارت حقيقة إيمانية، أنه حتى الرسل مثل ما أنت هلأ قلتي، مثل ما دكتور ماري قبل شوي كانت عم تحكي عن قديش بده يكون إنسان متلان بالرجاء، متلان بالقوة، متلان بالثقة بربنا، حتى يقدر عن جد يكفي المشوار. مشاوير حياتنا كلها مبدئيا يعني مثل ما بقولوا مفخخة. نعم. الشر الموجود بالعالم ما ممكن ما يترك ترددات رهيبة بحياتك دكتور، مشان هيك أنا بقول نعم صحيح، بدنا إيمان كبير، بدنا رجاء كتير كبير، بدنا ثبات كتير كبير، بدنا حب كتير كبير، بس بدنا نعرف أنه في كتير مطبات هوائية، مثل ما بالطيارة كنت عم تحكي دكتور ماري. نعم. قبل شوي بالطيارة أكيد في مطبات هوائية، أكيد في عنا مرات رجفات، جسمنا بيرجف وقت اللي بينخفض بالحرارة، كل شيء على الأرض، الأرض بترجف من تحت إجرينا مرات، ونعم في عواصف. هيدي العاصفة نحن مرات بالكنيسة منصلي لمريم، من إلا يا مريم أنت بغمر هالعواصف اللي عم نمرق فيها، أنت كوني لقلنا يعني مثل ما بيقولوا اللي بتهدي معنا. ما ننسى قديش عواصف اللي مرقوا فيها الرسل بحياتهم، كان في عندهم رب، كان في عندهم إله معهم بالسفينة، مرات كان يكون نايم تيشوف قديش مدى ثقتهم فيه ويقوم ويعتب عليهم. تعرف قصة العتب دكتور باسمة قديش مهمة بالنسبة لنا، إنك ولو أنه ما عندكم ثقة أنه أنا موجود معكم، مشان هيك كان يعتب عليهم وبعدين يوقف ويقول له للبحر أو للرياح أو لهالعاصفة اللي عم بيمرقوا فيها أصمت إخرس. كان عارف أنه بكل عاصفة في شر، في شرير لازم واحد يجقره، مشان هيك بدنا نقول نعم بخضم العواصف وقت بيكون في زلزال عم بيضرب هالكون وهالبشرية كلها سوا، وقت منشوف قديش في فجور وعهر عم بيفتك فتك فينا، منجي منقول نقف أمام الله هو اللي منقول الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خصيبة يقيلني ومياه الراحة يريدني.